كنت قاعد مع نفسي مش لاقي حاجه اعملها، فمسكت التليفون وكتبت على جوجل اغرب عمليات التجميل في العالم. ظهر لي حاجه غريبه جدا ما كنتش متوقعها. لقيت الراجل دوت واسمه ريتشارد هرنانديز، كان نائب رئيس بنك في امريكا لحد ما جاله مرض الايدز، فقرر قبل ما يموت يتحول لتعبان، وصرف اكتر من 60,000 دولار في عمليات التجميل علشان يشيل ودانه ويقسم لسانه لنصين ويحول لون عينه للون الاخضر، وشال جزء من مناخيره وزرع 18 قرن، ولسه بيخطط انه يشيل اسنانه بالكامل ويرسم وشم على بقيه جسمه كله عشان يتحول من انسان لتعبان. بس مين عاقل يعمل كده؟